الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ بشكل عملي بضرب أوكرانيا بشكل عنيف وضرب البنى التحتية الخاصة بها، وذلك من أجل تحقيق النصر المنشود واستغلال ما يريد استغلاله ألا وهو الشتاء تحديدا. هذا كله أصبح واضحا من ضربات عنيفة جاءت وطالت كل هذه المدن التي ترونها في أوكرانيا، كل هذه النقاط الحمراء بالصواريخ الروسية. تقارير في البداية عند بدء هذا الهجوم تحدثت عن أكثر من 50 صاروخا هي التي استهدفت هذه النقاط. أبرز النقاط وأبرز المدن التي ضربت هي كانت العاصمة الأوكرانية كييف، أوديسا، وكذلك خاركيف، وهذه تأتي مستهدفة بشكل مباشر البنى التحتية كما تحدثنا، وتحديدا المنشآت الكهربائية. هذا هو الهدف الأساسي وهو يأتي مستغلا للشتاء، وتأتي هذه الضربات استغلالا للشتاء، خاصة وأن كييف اليوم على سبيل المثال وصلت درجات الحرارة فيها إلى -6 ومتوقع في اليومين القادمين أن تصل إلى -10، وهذه طبعا الضربات هي تأتي استغلالا ولتزيد من المعاناة الموجودة في أوكرانيا منذ بدء هذه الحملة بضرب البنى التحتية من قبل لروسيا. نتحدث هنا عن آخر التقارير التي قالت بأن ما يقارب 502 من القرى والبلدات الموجودة في أوكرانيا أصبحت معزولة تماما بلا طاقة كهربائية بلا إنترنت، والبعض منها أصبح بدون ماء. وأكثر هذه المدن صدق أو لا تصدق المتضررة من الضربات على البنى التحتية هي تأتي خاركيف تحديدا. 112 قرية موجودة في خاركيف معزولة تماما، في مشكلة حقيقية من هذه الضربات المستمرة على البنى التحتية. كذلك هنالك خيرسون، هنالك زاباروجيا، هنالك دانييتسك، والكثير من المناطق الأخرى التي تعرضت إلى هذه الضربات وأصبحت فيها قرى معزولة. واضح أن روسيا تريد الضغط بشكل أكبر من أجل الانتصار، والشتاء دائما هو حليف روسيا في الانتصار الذي دائما ما تبحث عنه ودائما ما تتحدث عنه. أيضا في نفس الوقت يجب أن ننتبه بأن هذه الضربات الصاروخية كانت عنيفة وخطيرة إلى درجة إلى أن إحدى الصواريخ الروسية التي على ما يبدو بأنها كانت قادمة من شبه جزيرة القرم بأنها انطلقت أو حتى من الأجواء هنا في البحر الأسود، لا نعلم. هم عادة يستخدمون هذه النقاط في إطلاق الصواريخ على كييف على سبيل المثال وعلى المناطق الغربية في أوكرانيا. يبدو بأنها انطلقت وسقطت أساسا على مولدوفا في ظل استنفار للدفاعات الأوكرانية وتصدي ناجح من الأوكرانيين للعديد من هذه الصواريخ. واحدة من الصواريخ سقطت على مولدوفا، صدق أو لا تصدق. هذه الأمور وهذه المعركة تنعكس بشكل خطير على المناطق والمدن أو الدول المجاورة لأوكرانيا. وهنا كما تلاحظون هذه الصاروخ، وهذا هو الصاروخ الذي سقط في مولدوفا. نتذكر ما جرى في بولندا، نتذكر ما جرى في العديد من الدول المجاورة، وبالتالي الخطر لا زال مستمرا من هذه الحرب. كانت هنالك لقطات من هذه الضربات التي جاءت اليوم على أوديسا على سبيل المثال، انقطاع للتيار الكهربائي حاضر أيضا، كان هذه واحدة وهذه واحدة من اللقطات لاصطياد الصواريخ الروسية من قبل الدفاعات الأوكرانية. الناس دخلوا في الملاجئ بشكل كبير في العاصمة الأوكرانية كييف وفي المناطق الأخرى، لأنهم يعلمون أن هنالك هجوما قادما لا مفر منه. هذه الضربات هي تأتي بشكل مثير بعد اتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأيضا مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وتحدث بوتين بشكل واضح وقال للمستشار الألماني بأننا لن نتوقف عن ضرب البنى التحتية، لا مفر من ضرب البنى التحتية الأوكرانية، لأن أوكرانيا هي التي بدأت هذا الأمر واستشهد بالضربة التي جاءت على جسر شبه جزيرة القرم على مضيق كيرش بهذا الشكل. وقال بأن الأوكرانيين استهدفوا البنى التحتية بهذه الطريقة وهذه أبرز الاستهدافات، وأن هنالك الكثير من الاستهدافات كما أبلغ المستشار الألماني التي تأتي إلى عمق روسيا، ولكنه لم يحدد هذه الاستهدافات. وهنا ما هو مثير، قبل هذه الهجمات التي بدأت والتي نتحدث عنها اليوم من قبل روسيا على البنى التحتية الأوكرانية، كان هنالك هجوما في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم على العمق الروسي، وكانت هذه اللقطات الأولى لهذه الضربات كما تلاحظون التي جاءت على قاعدة تأتي إلى جنوب شرق العاصمة الروسية موسكو، وهذه المنطقة تبعد 400 كيلومترا بحسب التقارير الروسية والأوكرانية. تحدثت بأن هذه القاعدة التي ترونها هي قاعدة إغلينس
2 الروسية، وفي هذه القاعدة أساسا بسبب هذه الضربات التقارير تحدثت أن كانت هنالك أضرارا على التيو 95، طائرتين من طائرات التيو 95 الروسية التي هي طبعا تضاهي طائرات البي 52 الأمريكية، تضررت بل دمرت بالتمام والكمال من هذه الضربات. كيف ضربت؟ كيف وصلوا إليها؟ لا أحد يعرف كيف وصلت أوكرانيا وقامت بهذه الضربة أو من كان خلف هذه الضربات. المثير قبل يوم واحد أي يوم أمس كان هنالك تقريرا أوكرانيا بأن الأوكرانيين نجحوا في صناعة طائرات مسيرة خاصة بهم واختبروها كثيرا. يوم أمس انتهت هذه الاختبارات لطائرات مسيرة يصل مداها إلى 1000 كيلومتر وقادرة على حمل ذخيرة كبيرة، ذخيرة انفجارية يصل وزنها إلى 75 كيلوغراما. وبعد ذلك جاء هذا الهجوم الذي رأيتمونه والذي تسبب في هذه الأضرار، وبالتالي كل الإشارات تذهب إلى أن هذه الطائرات المسيرة جربت يوم أمس على هذه القاعدة التي ذكرناها لكم. الأمر لا يتوقف هنا، هنالك العديد من الانفجارات الخطيرة التي جرت منذ بداية هذا الشهر وحتى 3 ديسمبر، أي متناسبة ومتناسقة وتأتي متزامنة مع الاتصال الذي أجراه بوتين مع أولاف شولتز. مثلا هذا الانفجار الذي ترونه قبل 48 ساعة في سانت بيترسبرغ الروسية، كما تلاحظون هنا انفجار كبير جدا، لا أحد يعرف ما الذي يجري، هل هي فعلا في روسيا هل هي ليست في روسيا. التقارير تحدثت عن سانت بيترسبرغ وتحدثت عن نقطة أخرى، وهذه النقطة أكدتها الأوساط الأوكرانية والروسية مرة أخرى بأنها أيرنوفيسكي كار ماركت، أي سوق أيرنوفيسكي للسيارات هو الذي انفجر في سانت بيترسبرغ كما تلاحظون. بالتالي إذا ما حاولنا أن نأخذ بعض العلامات فقط لنتأكد هل هذه روسيا فعلا، هل جرت الأمور بهذه الطريقة، سنلاحظ بأننا أمام طريق بهذا الاتجاه واضح هنا أمام رصيف. كذلك هنالك علامة مهمة يجب أن ننتبه إليها وهي CTO المكتوب على هذا المبنى، هنا رقم 1، هنا بوابة توضح بأننا قد نكون أمام مدخل لموقف السيارات، وهنا نوع من العازل المميز الذي يأتي مع عمودين للكهرباء، والانفجار واضح جدا بأنه جاء في المبنى المجاور لهذا المبنى. على هذا الأساس بالأخذ بكل المعلومات التي ذكرت الآن ونتجه إلى القمر الصناعي، إلى سانت بيترسبرغ. هذه هي أوكرانيا، هذه هي بيلاروسيا، وهذه هي سانت بيترسبرغ التي نقترب منها، لنتجه إلى هذا الموقع المعرف أساسا الذي يأتي تقريبا إلى شرق سانت بيترسبرغ ونقترب من أيرنوفيسكي كار ماركت. بالاقتراب من هذه المنطقة فإن هذا الماركت الذي تحدثوا عنه هو هذا السوق، هو الحديث عن هذه النقطة، ولكن ليس هنالك الكثير من الوضوح في هذه المسألة. دعونا مبدئيا أن نقوم بالهبوط بالقمر الصناعي في هذه المنطقة، فهي من حسن الحظ متوفرة لنا وتعطي لنا رؤية كاملة فيما جرى هنا وفيما حدث، وبالتالي إذا ما ذهبنا مباشرة وهبطنا بالقمر الصناعي ستجد نفسك فجأة أمام نفس العلامات CTO، هنا رقم 1، هذه بوابة الموقف، فعلا نحن أمام موقف وكل شيء متطابق، وهذه هي الأعمدة للكهرباء التي ترونها، وأيضا هذا هو العازل، وواضح أن الانفجار قد جاء في مبنى هناك، في مبنى مجاور. دعونا نأخذ خطوة للأمام بحسب ما هو متوفر من الأقمار الصناعية بالتقدم. هذا هو العازل الذي تحدثنا عنه، واضح بأن هذا المبنى هو الذي فجر. قد يعتقد البعض وقد يعتبر البعض بأن هذا انفجار جاء على سوق للسيارات، ليس هنالك تأثيرا، ليس لا تعتبر هي نقطة عسكرية وغيرها، ولكن دعونا ننتبه بأن كان هنالك انفجارين خطيرين في موسكو تحديدا، في عمق موسكو وكذلك إلى جنوب شرق موسكو، جاءت في 2 ديسمبر وفي 1 ديسمبر، أي أتحدث هنا عن هذا الشهر. على سبيل المثال هذه المنطقة التي ترونها مرة أخرى لنأخذ عددا من العلامات، هنالك تشكيكات كثيرة حول هذه التفجيرات، ما إذا كانت تأتي فعلا في موسكو أو لا. هذا هو مبنى كبير كما نلاحظ، ليس مبنى صغيرا أبدا، هنالك نقطة مرتفعة تقريبا تأتي بهذا الشكل، هنالك نقطة دائرية أو التفافة هي ستنفعنا كثيرا، وأيضا هنالك علامة تأتي فيها كتابة مهمة مثل هذه العلامة MARA على ما يبدو بالنسبة إلينا، وأيضا هنالك علامة عليها كتابة هنا. هذا هو طريق مستقيم، وهنا جسر واضح، وهنا مبنيين طبعا لم يذكر
يذكر أي اسم لهذه المنطقة، لذلك كل علامة نظرنا إليها هي علامة مهمة للغاية. ما هي هذه المناطق بالبحث عن جسر، عن طريق، عن مبنى كبير، عن هذه العلامات؟ ما هو المبنى المتطابق فعلا؟ ودعونا بداية بعد أخذ هذه العلامات أن نلاحظ، أن نرى هذا الفيديو، أن نرى هذا المقطع. هذا هو الانفجار الذي جاء في عمق موسكو كما جاءت التقارير، وهذا الانفجار الأول الذي جاء في الأول من ديسمبر على مصنع للبلاستيك بحسب التقارير. قد يكون هذا الموقع أسهل من أجل معرفته، وبالتالي إذا ما توجهنا للقمر الصناعي مرة أخرى لنتجه إلى العاصمة الروسية موسكو. بالتوجه إلى موسكو الآن وبالدخول إلى عمق موسكو، لاحظ هذه الانفجارات ليست معتادة عليها روسيا أبدا أن تأتي بهذه الطريقة. إلى جنوب شرق سنتر موسكو تقريبا سنلاحظ بأننا أمام الجسر. لنحاول أن نأخذ لقطة واضحة لهذه المنطقة المجسمة التي تسهل علينا الكثير، التي تسهل علينا الكثير من العلامات لمعرفتها. ستلاحظ بأنك أمام هذا الجسر، أمام طريق مستقيم، يبدو هذا المبنى كبيرا هنا. دعونا نوضح الصورة قليلا مما يظهر لنا، بالتالي لنوضح هذه الصورة، هذه صورة أوضح، هذه صورة أفضل، لكي نحاول أن نعرف ما الذي يجري. وبالتالي كما تحدثنا الجسر، الطريق مستقيم، واضح هذه النقطة المرتفعة، ويبدو أن الانفجار جاء بهذه المنطقة، المبنى كبير طبعا. وأيضا في نفس الوقت هذه المنطقة الدائرية التي تحدثنا عنها، ويبدو أن هذا المبنى هو المبنى الذي جاءت فيه الإشارات، وبأن التصوير يأتي من هذه المنطقة. لنتأكد، لنأخذ صورة أوضح لهذه المنطقة بالتفافة بسيطة للشمال، وسيبدو كل شيء متطابق مما ذكرناه الآن. ولكن لا زالت المشكلة الحقيقية، إذا ما قمنا بإعادة هذا المقطع مرة أخرى، هنالك مشكلة حقيقية ما أشرنا إليه من المباني التي تأتي إلى اليمين قليلا من هذه النقطة تحديدا التي ذكرناها، لا تبدو ظاهرة من القمر الصناعي. دعونا مرة أخرى نأخذ هذه اللقطة، وسنلاحظ بأننا فعلا رغم أن المنظر يبدو متطابقا، إلا أن المباني التي ذكرناها هي غير حاضرة. مع ذلك بالهبوط في هذه المنطقة، دعونا نهبط لهذه المنطقة بهذا الاتجاه لكي نأخذ نظرة. من حسن الحظ كل شيء مصور بالنسبة لموسكو. إذا ما هبطنا ستجد نفسك فجأة بأنك أمام نفس العلامات، هذه الكتابة MARA، مبنى مرتفع، المباني التي ظهرت هي هذه المباني، هذين المبنيين بهذا الشكل، وبالتالي كل شيء متطابق بأن هذا المبنى الكبير هو الذي فجر. باختصار هي موسكو التي فجرت والتي دمرت. أما بأخذ اللقطة الأخرى من الانفجار في الأول من ديسمبر الذي جاء بهذا الشكل، والذي جاء من منطقة يطلق عليها رامنيسكي، قالوا بأن الانفجار جاء في هذه المنطقة. وهنا تمديدات كما تلاحظون هي مهمة جدا لتأكيد هذا الموقع مرة أخرى. دعونا نتجه للقمر الصناعي من المنطقة التي كنا عليها إلى تلك المنطقة، منطقة رامنيسكي، والحديث عن نقطة في رامنيسكي اسمها كوزنيتسوفو. دعونا نتجه إلى جنوب شرق موسكو مرة ثانية. الكثير من الانفجارات على ما يبدو تأتي في هذه المنطقة. هذه هي منطقة رامنيسكي، هذه هي كوزنيتسوفو التي ترونها، وهنا مصانع، بما أن مصنع لصناعة البلاستيك نتجه إلى نقطة المصانع طبعا. وبالتالي إذا ما دخلنا إلى هذه المنطقة، وتبدو هي المنطقة الأكثر تطابقا، لماذا؟ لأن هنالك نوعا من التمديدات تأتي بهذا الاتجاه مع مسير السيارات كما تلاحظون. هذه المنطقة إذا ما اقتربنا منها سنلاحظ بالهبوط إليها طبعا، ستجد بأنك أمام نفس التمديدات. إذا ما فقط توقفت هنا وشاهدت هذه المنطقة، ستجد بأنك أمام نفس النقطة، نفس هذه المنطقة تماما، كل شيء متطابق. وعلى هذا الأساس فإن هذا المبنى الأزرق وهذه المصانع هي التي دمرت وهي التي فجرت بشكل مثير. كل هذه الانفجارات التي تأتي في العمق الروسي هي تأتي مع تقييمات مهمة صدرت من أفريل هينز، وهي مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية، صرحت للـ NBC نيوز الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية في 2 ديسمبر مرة أخرى، وقالت بصريح العبارة بأن روسيا الآن تستخدم السلاح بشكل سريع وبشكل مكثف، أسرع حتى من طريقة إنتاجها أو طبيعة إنتاجيتها، وبالتالي هي تستنفذ كل الذخيرة التي بحوزتها، والإنتاجية ضعيفة، وهذه الضربات تأتي على ما يبدو لإيذاء روسيا، لزيادة المعاناة مع الحصار، مع العقوبات وغيرها. وقد يفسر لماذا هم لجأوا إلى إيران لأخذ طائرات المسيرة أو الصواريخ البالستية أو حتى ذهابهم إلى كوريا الشمالية في مراقبة كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المسألة. وبالتالي هي أيضا تفسر ما نشرته البزنس إنسايدر من حصول
حصولها على استفتاء صدر من الـ FSO الروسية التي وضحت بأن المواطنين الروس بنسبة 55% يريدون الآن التفاوض مع أوكرانيا وإنهاء الحرب. هذا اختلاف تام بالنسبة لهذه النسبة. لماذا؟ لأن في يوليو الماضي نفس الاستفتاء في الـ FSO وهي خدمة الحماية الفيدرالية الروسية أوضحت في يوليو الماضي بأن 32% فقط ممن يريدون التفاوض مع أوكرانيا وإنهاء الحرب، لكن الآن وصلنا إلى 55% مع وجود الشتاء، مع تباطؤ المعركة المتوقع بين روسيا وبين أوكرانيا بسبب الثلوج، بسبب صعوبة المعركة طبعا. فواضح بأن إيمانويل ماكرون بدأ يستغل هذه المسألة، بدأ يتواصل مع زيلينسكي، بدأ يتواصل مع بوتين من أجل إنهاء هذه المعركة ومن أجل إيجاد طريق لهذه المفاوضات.